خايف يطلع من ورا ويستلمني. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعت لكم بلعبة رعب جديدة. تذكرون قبل فترة أنا نزلت لعبة رعب كان إنه نروح محطة الساعة 3 في الليل وتصير أشياء غريبة؟ هذه المرة تقريبا نفس الشيء، هذه اللعبة جديدة من نفس المطور حق هذه اللعبة. فهمتم؟ اسمها The Closing Shift. أتوقع إنه أنت مثلا تشتغل وخلاص يعني تبغى تقفل وذا وشكله يبدأ يصير أشياء غريبة في الليل ذا. فهمي؟ فجوي هذه الأشياء صراحة ما أبغى أطول عليكم. أتسون اللي هو مشترك اشترك ولا تسون اللايك وهيا بنا. أوه نو، راح أكون متأخر عن العمل، لازم أروح لسيارتي الآن. فندلك ليف أبارتمنت، ما ألباس ما يحتاج حافي. أوكي لبست حلو يلا. والله نفس الأجواء حق هذيك اللعبة، نفس الأجواء وكل شيء. أوكي هذا شكله مشغل لك سهران. ايوه لا ها جوال واحد. طيب ايش اسوي؟ ارد حاجة هذا الجوال؟ طيب ايش اسوي؟ اوكي طيب نروح لسيارتنا. الو ذا ايش اسوي؟ ايش اسوي ذا؟ ها تبحث عن ايش؟ جوالك؟ طيب ها يبغى فلوس ولا؟ خل اكلمه لو سمحت. لو سمحت اوكي. هل انت تبحث عن شيء؟ انا لقيت هذا الجوال. جميت اعطني. اوكي جوالك والله يستر. بس طيب قول بسم الله الرحمن. طيب جوالك ولا لا؟ الله يستر. بس طيب هذه سيارتي خلاص يلا go to work. قلنا للدوام. اوكي نايس كافي كافي. ايوه تشيلاز كافي. put away my stuff and talk to senpai. ها اوكي هذا السينباي. سينباي سوري اي ام ليت، معليش على التاخير. يقول لي انتبه ثاني مره راح اقول للمدير. يا جماعه رقبته فيها حاجه. اي ام فيري سوري راح انتبه. اقول لك ما الانتباه ليس كافي. طيب ايش تبغى؟ قول لي انك ما راح تتاخر مو انه راح انتبه. اوكي ما راح نتاخر. هل تفهم؟ نعم افهم ياسر. سمبا سمبا خلاص. اوه يقول وفي طلبة تخرج ما جبتها صح. يا اخي صل عني متاكد انت؟ اوه يقول لي لو تورطت في اي طلب يقدر تشوف فيديو توتوريال يعني يشرح لك وعشان متى غلط. ابشر ابشر. واخر شيء حط جوالك في الخزانه. طيب ما نبغاك تراسل ومدري ايش في وقت الشغل. عندك مشكله؟ احنا ملتزمين بالشغل وما عندنا. انت بقى اوه هذه الشروحه فود الاكل شرح للاكل والعصيره الحاره والبارده. اوكي راح نرجع لها. ايوه هذه نحط الجوال. ايوه جوال ومفتاح حلو خلاص تمام. خلينا نشوف الشروحه يا جماعه الفود نشوف. يا جماعة ورب الشروحة صعبة. واو هذا المنيو. اي لو قال لي لاتيه اجيب له كافي مع حليب حار. والله ما اعرف والله اللي اجيب ما لقيت في الطلبة. ما باريستا انا ولا ايه؟ طيب الحين اشر. بسم الله الرحمن حياكم الله. تفضل اخوي تاكاشي. يقول انا قد اجت محلة فاخرة زي ذا المكان بس بنتي يعني تحب هذا المكان مرة يعني من حقنا القهوة وما تعرف ما النظام. يقول راح اخلي العصيرة لك اختار لي اي شيء. والله انت بشيء وابغى اثنين. والله عيوني لك. ما عليك كم السعر؟ يقول لي بس يعني. طيب خلنا نخلص الطلبة وملك الله انت بشير. اوردر ستيكر. طيب بعدين فين نحط الاوردر؟ هنا هنا اور لا هنا اوردر ايتم كافي. اوكي دحين كافي نسوي اول شيء. طيب اول شيء كافي اول حاجه ايش تاخذ؟ تاخذ لك كب. اخذ لك هات كب تمام. هل تلقى قهوه يا شباب؟ هنا صح؟ ايوه قهوه.
وبس قهوة سوداء ما لك غيرها يا رجال. ناخذها نحطها هنا ونحط كوب نقفل. تفضل تفضل خذ هذا الكافي. ها تمام. طيب ناخذ ذحين طلب ثاني نشوف ايش الطلب الثاني. لاتيه. طيب اللاتيه دقيقه نشوف ايش كافي و اوكي حل ناخذ كوب نحطه هنا قهوه ونجيب هذا. لازم حليب حار. حليب ايوه هنا حليب نحطه في هذا صح. لا ها نحطه ايوه ونحط ملك هنا. اوكي نايس نخلي عشان حليب حار بعدين نحطه كذا خلاص. دحين معانا لاتيه نيجي نقفل. الف مبروك عليك تفضل خذ. اعطيته خلاص الف مبروك عليك. طيب ايه الحساب؟ الحساب فلوسي والله ما ادري حاسبني ولا لا الله يستر. يلا امشي عندنا خدمة العملاء هذا امشي. جانا جانا جتنا عميلة ثانية حياك الله ساران. ها حسبتها سارة. يقول سمعت الاخبار في واحد ستوكر يطارد الناس. اوكي تقول يعني والله شيء مخيف مرة. بنت زيي لازم انها تحذر لانها جميلة. لانها جميلة هذه كيستها من عندي بس اكيد واضح عن كلام انها قصدها كذا واضح. كل الرجال دايما بس يطالعوا لي. استغفر الله انتبه لنفسك برضو. اوكي او ماي جاد تقول بس ما عليك انت ما يحتاج انك يعني تنتبهين لنفسك مرة يعني. لكن انتبه في كل حالتي يعني انها مي جميلة. والله الكافي حقك ما هبلون للتفلة. يبغى دارك موتشا تشيب تشيلبتشانو. اوكي ما عليك ما عاد تفلة. فينو ذا كولد. اوه بارد. واو ثلج كافي حليب صوص شوكولاتة و كاكاو باودر. اوه ما قاد. اوكي خلنا حبة حبة. اول شيء الكوب حق البارد تمام وخلونا نحطه فيه قهوة. نحط له الحليب. حط حليب فيه شوكولات صوص هبلوه حلو تمام. دحين هذا في كافي وميلك شوكولات صوص باقي الثلج. وايش الثلج هنا حلو حطه هنا. الكاكاو باودر هذا خلاص حطينا. يلا دحين راح اجرب اقفله واشوف هل عادي ولا لا. مو هذا الكوب هذا الكوب ايوه تمام. خلينا نجرب نحط الطلب دقيقة تعال هنا. غلط لازم الثلج ما ادري ايش اسوي فيه. لا في اثنين ايس. اه غلطت انا. اوكي نطشه يلا. ثلج بعدين قهوة بعدين حليب بعدين شوكليت صوص بعدين تشيله تحطه هنا بعدين كاكاو باودر. ها عاد يعني مرة والله انه صح اما ذحين قفله. حط وتحط الطلب. يهو الله يقلع ذا الراس. اه صح التفل نسيته. اه الثلج هنا تحطه ثلج هنا يا جماعة. شوفوا كذا تحطه بعدين تشغله صح. ايوه اوكي كذا خلاص معنا ذا نسوي. ها معاها. لا تقول لي محط الثلج. مسك الطلب معاها. مسك غلط الطلب يا جماعة. الطلب غلط عليك ازودك تفلة ذحينة. ها بالعافية عليك. حياك الله حياكم الله. اوه لا الجماعة اجوا. الجماعة كل واحد يبغى لك طلب ذحين. يلا ها ما تشكيك بليز ستوب بشي من طيب اوكي سولتد كراميل موتشا. اوكي او ماي جاد. طيب يلا واي يا جماعه طلباتهم كثيره. او ماي جاد ويتناقشون كذا وكل واحد يغير. يا الله طلبت كثير ويلخبطون ومناقشه مربعه. خلاص يقول انا ابغى بالباي. طيب خلاص اوكي دحين اختار انا. دحين اكرر طلبهم هذا ماتش كيك بامكن كيك امريكان وافل ان ابل باي. بس لا قالوا عصيرة مع ابل باي هذا الخيار. واو ما كيف تذكرت كل هذا. حفظت اول كلمة اخر كلمة بس. نحط هنا هذا الطلب الاول. تفضل اخوي يلا بالعافية عليك. طلب الثاني نشوف ايش هو. ماتشا كوفي تشيفن كيك. اه كيك بس من هنا كيك.
بس الكيك فين؟ ما اتشكى فين شيفن كيك هذه ها تفضل تفضل خذ. اه اوكي لازم صح احطها في كيس صح؟ اوكي دقيقة والله ما ادري احطها في كيس والله راح اجرب يا جماعة ما ادري. اه ايوه حطيتها في كيس نايس. تفضل اللي بعده مين بسرعة؟ وايت موكا. وايت موكا هذا جوي ما عليكم والله يا جماعة مو رعب متعة هذه. ليتس جو. ها غلط الله اعذرنا والله تصير شرب وحنا. طيب كافي وحليب كافي وحليب فانيلا سيرب انا كذا سويت والله اني سويت كذا بس العمل دائما صح ايش نسوي خلاص شكله يبغى دبل شوت. اه اوكي لا اصبر اصبر الحليب ما نحط هذا حنا نحط نشوف يفرق الترتيب ولا لا. اوه والله يفرق الترتيب لازم مره بالترتيب. تفضل اخو عسى كيف كوفي ستيم ملك فانيلا سيرب بسوق ام هذا كافي. الله لا يعمينا انا نزلت تحت اوكي الصوص صوص غير اوكي انا حتى اقول وايت موك ايش دخل فانيلا. تفضل اخوي واعذرنا واعذرنا والله المعذره منك. يلا اي خدمه ثانيه يا شباب الله يحفظكم خلاص خلاص غير لا تجيبون زباين زياده نبغى رعب. امزح ما نبغى رعب. يا جماعه انطلقون بسرعه تضحك. حياك الله حياك اخوي. Here is my order. اوكي على طول يلا لاتيه ابشر لاتيه حافظه انا قديني والله راح يجي سرعه في الطلب. ها سلمت الطلب والله اني اسطوره. ها ايش؟ هي انا محقق خاص اذا لقيت اي شيء غريب كذا هنا تقول لي. ها في بلاغه خاصه يقولون ان في مضايقات اوكي فابغى اسالك يعني اذا شفت اي شيء اذا صار اي شيء كلمني. طيب اعطيني رقمك يا غالي وحاول انك تقفل المحل بدري ها عشان ما تجيك مشاكل وذا. ابشر ابشر يا محقق ابشر. هي سيمبا فين راح يا اخي؟ سيمبا سيمبا اوه خلاص قفلت. يا جماعة ذا حين لازم امسح ال امسح الارض. اوكي حتى الموسيقى وقفت. محاكي ذا خلاص ذا حين ما في الا رطب. الو دقيقة دقيقة انا اتذكر شفت الكهرب اتذكر شفت الكهرب هنا. او ماي جاد والله جسم انتفض. اكفى الحمد لله لك يا رب. حليب حليب ايش فيه ايش اللي صاير؟ قفل الباب خلوه مقفل. ايه كلوز كلوز خلوه كلوز. لا تقول لي دخل هنا واحد. والله خايف احسن احسن راح انفجع. حليب ثاني مرمي. وات شباب والله انه شكله في واحد داخل وربي شكله في واحد داخل. يا جماعة خلنا نجرب ارجع. ايوه بوت باك ملك حلو. هذه حطها اوكي. طيب الساعة 11 وربع اوكي. رجعت البيت الحمد لله 100%. خلاص ابغى ارقد ابغى سرير. فين ما في سرير ترقد؟ ها تقول لي يوم دوام ثاني دوام ثاني اكيد واضح. يلا نداوم الله يعين. يعني دوامي انا 11 وربع جاي اخلص الفجر. خذ لك على رعبه راح يجي نحط اغراضنا ونتكلم للسمباي. السمباي مو هنا. طيب اوكي حطينا اغراضنا. سمباي سمباي هي سيريوسلي ايش فيه؟ انت متأخر مرة ثانية، أكيد نمت كثير يعني. والله أنا آسف. أنا آسفة. لا لا أنت مو آسفة. أنا أبغاك بس ما تكون متأخرة. هذه المرة الثانية. أنا آسف. بس سبا. ليش؟ ما تخلين أمك تصحيك بدري. الله يعينك. والله زعلان زعلان. خلاص طيب أبشر أنت ايش تبغى طلب؟ اعذرنا على المشاكل اللي صارت قبل شوية واعتبر إنه ما صار شيء كافي. كافي ابشر. شوف سمبا سمبا شوف كيف صارت طلبت بسرعه مره. كافي قفل
بوم 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 باب. بالعافية عليك، حياك الله. ايش يبغى ذا؟ تمام بالعافية، بس ذاك وضعه ما يطمن. ايش فيه؟ خلنا اطلع له، اطلع له الحين، اطلع له على الطم. وايش خايف منك انا؟ انا خايف. اوكي ما اقدر اطلع، لازم اخدم العملاء. اوه هذا هذا، ايوه جاء يبغى يطلب. اوكي ها طلبه، حتى هو ساكت. فانيلا تشيلابتشينو، تفضل اخوي، تفضل اخوي بالعافية. في طلب ثاني عنده برضو، خلنا نشوف. ملك بس حليب. اوكي والله هذا يا جماعة وضعه ما يطمن. كيف ملك بس؟ في كوب احطه. طيب تفضل يجي. اوكي ملك مرة ثانية. اوكي يا جماعة والله انه هو شكله اللي اول رمل. انا بس اقول لكم، انا بس اقول تفضل، لا تقول لي زيادة. اوكي خلاص، ايش محلي راح يشرب لك الحليب؟ لا والله اشوفه. او ماي جاد ما يخلوني اطلع، لازم اخدمهم. يو ار كيوت، ممكن رقمك انقلع. ما تستاهل نفسك، ما عندك اهل. تبغى طلب ولا لا؟ قلبي، لكن خلاص اعطيني العصير اللي يعجبك. اعطيني رقمك. انقلع، اسكت يا ابو راس، شوف راسك كيف. ما تشوفني اني جميل يعني؟ انا ترى مشهور هنا. او ماي جاد، هذه فرصتك. انا بس اقول لك، اوه اوكي ذحين اما اعطيه رقم كذب ولا اطلب له هذا الدبل شوكليت شيلابتشينو. لا لا خاف يدق ولا خلا نكسب منه، خلا نكسب المحل يلا. ليش طيب هذا الاسلوب معايا؟ راح تندمين على هذا الشيء. انا رايح البيت. خلاص تعال تعال اعطيك رقمي، تعال 052. هاي ايش في طيب؟ تبغى تروح على البيت ولا ايش وضعه؟ اي خلاص روح، الله يستر. هذا شكله هو اللي راح يقتلني في النهايه. اوكي خلاص خلصنا الدوام شباب، الحين نطلع الزباله وننظف الطاوله. اوكي ولا الزبائن. اوكي يلا ها، هنا الزبائن نطلع نحط. يلا تمام، الثانيه الثالثه. الحين ناخذ المساحه. انا عندي احساس ان ذاك ابو اوكي ذاك ابو حليب احس وسخ الدنيا. في صوره يا جماعه، اوه مصورنا من بعيد. او ماي جاد، الله يقلعك يا شيخ. هذا هو هذا هو، انا ربيك يا اللي ما تستحي على وجهك. خلينا بس امسح الطاوله، خلينا امسح. انا اجيك ذحين، لا تهرب بس، لا تهرب، ماني خايف منك. لا لا اوكي معلم عليه. ماي جاد، الساعه 11:27. ايش ذا الصوت؟ يلا نروح الدوام للمرة الثالثة. او ماي جاد قلبي، او ماي جاد قلبي. والله منه، والله دوخة دوخة والله. او ماي جاد، شو ليش تسوين هنا؟ الله يقلعك، الله يقلعك. ايش تسوين هنا انت؟ الله هذا المراهقة ذي الايام، عشان جابت ولد خلاص وشغلتنا ذي الام. اقول والله ولدك هنا بس، الله يهديك بس يا خالي، الله يهديك. نروح بس لشغلنا. والله قلبي، والله قلبي ضرني مرة يا اخي. اللعبة العبها لي ذحين كم 55 دقيقة ما في ولا فجعة، ومستمتع محاكي اقول لكم الذا كيف فجأة طنق. طيب ها ايوه هذه اللقطة، يعني ان في ذاك يراقبني. اوكي ها كالعادة نكلم السنباي وذا، ولا ما يحتاج نكلم السنباي؟ نحط اغراضنا. اوه ما يحتاج. اوكي الا هذا السنباي ظهر رسما. يلا السلام عليكم. يقول اليوم هو يومك الاول، كانك يعني كلوزنج شيفت، يعني انت تقفل المحل كامل. انا يعني كان انظف وذا بس اني ما قفل يعني. بس عندي لك سؤال، هل يعني جوك عملاء غريبين يعني في الليل كذا؟ والله نعم. يقول المهم خلاص ما عليه، مشي الامور يعني، واهم شيء ركز على شغلك، وفي اشياء كثير تسويها يعني، يلا حرك. قالت له دحين، قالت له انا خايفه ان انا في واحد يعني يراقبني وكذا. بس سيمباي قال تبغين تبغين اني اصدق ان في واحد يراقبك انت؟ يا جماعه بلا تنمر عليها، حرام عليكم. لكن ما عليه، اذا من جد يطاردك
ولا حاجة، أنا راح أجي طيران عشان أساعدك، ما عليك لا تخافي. مو مصدق الله يقلعك يا والله محادك سمباي قدك خري يا باي. يلا نبدأ. ما شاء الله تبارك الله، دول كأنهم في المدرسة بس نفس الوقت كبار. والله إني يا جماعة باريستا، باريستا انفع والله. خلاص خلصنا طلبهم. حبيب تعال، تبغى طلب ولا شكله يبغى يشتري من الذي الجاهزة ونظام البن والمطحون وذي الأشياء. ايش تقول؟ تقول مو كأنه اللي في الشخص اللي في البس كان غريب. تقول لا ما أعلي يعني. هاي ذول البنات يتكلمون عن حاجة يقولون نقول للشرطة ولا لا. بعدين البنت الثانية قالت له قالت لا أصلا هو ما يعني حرفيا هو ما سوى لشي بس إنه كان غريب يعني. دحين ننظف الطاولة. ها يلا. قول البنات إيش ذا؟ وصخ كله وصخ. الله الله. إيش فيه؟ إيه. لا. تقول لي في مكينة راح تنفجر. فين فين الصوت؟ لا 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 ايش؟ الو؟ لا تقول لي ورا، ما ادري هو غرب. اصبر اصبر خلنا نشوف ورا. ورا في سيارة يعني؟ ايش؟ اه والله آلة آلة، شكلها آلة راح تخرب. والله المدير راح يلطمني، والله يقول انت خربتها بعدين، والله اللي يقول انت خربتها انت هذا الشفت حقك ومدري ايش. الو يا جماعة الباب شكله في اللعبة يتقفل من نفسه بعد فترة. والله اني مضيع هنا. اوكي كيف حالك انت كويس؟ اروح له ترى ايه احنا في زمن 2022 ترى انا ما انا خايف منك. ها اوكي ارجع وقفل الباب. ايه فين؟ اوكي اختفى. يب نايس. فين ورايا؟ اه طيب كان المفروض اشوفه من هنا موجود ولا لا. والله كان شكله موجود. طيب ما اقدر اقلب حاجة. ها تكفون ما ادري ايش تسوي يا شباب. لا تقول لي دخل. تكفى لا تقول لي دخل هنا. طب اقدر اخذ اغراضي واحرك البيت؟ ما اقدر. اوكي دخل المكان ذا ضيق يخوف يا ورع ورع. هنا اطلع اطلع. ها رسالة وات يقول اليوم اللي تقابلنا فيه في هذا الكافي هي ابتسمت لي زي الوردة، كلما أفكر فيها قلبي يعني ذا ما قد حسيت بهذا الشعور، فأفكر كثير هل هي تحط الابتسامة على كل شخص يشوفها؟ والله يا أخ مشاري أوه ماي جاد الساعة 12:05 وربي حارقة من السمباي. جي جي راح تحط وات؟ إيش ذا؟ صور وكافي وحليب وموزة و... ايش ذي؟ قولوا لنا يا فهمونا. الله 12:05 اوه الجرس يدق. يقول المدير اجى بنفسه سمباي ولا؟ رسالة انا اعرفها افضل معرفة حتى يعني من ناحية امها وابوها. انا الاول. هي تكلمت معايا، هي اخذت الجوال واعطتني اول واحد اعطينا الجوال. انا متاكد انها حست بنفس الشعور اللي انا حسيته به. احنا اكيد نحب بعض واليوم هو يومنا يوم الميلاد حقنا مدري يوم الذكرى حق الجوال. وات او ماي جاد يا جماعه الرجل ذاك اللي اعطيته بس الجوال. الجوال خلاص الحب انا وقعت في الحب. او ماي جاد لا 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 يا اخوان اثقل شويه ما ينفع هذا الكلام ما يصير كذا ما يص... اوه ثلج يعني شكله مرت سنه من جد على 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 اني اعطيته الجوال عشان كذا يقول الانيفرسري حقي. لا سيارتي خربانه. او ماي جاد لازم اخذ الباص. جي جي اوكي ايوه هنا ننتظر. اوكي ويت فور باص يلا الله يستر.
مين فيه؟ اوكي ناس عاديين، الامور طيبة. لا اللي لا تقول لي هو. ها شكلها هي بس خايفة لانه يعني الباص وكذا، والحريم اول قالوا الباص. ها مين؟ مين؟ ها ننزل. اوكي وصلنا. ايش ذا الصوت؟ هاي هذا مكان الصح ولا لا؟ اي اي هذا المكان الصح. اوكي خلاص الصوت. يلا كالعادة السنباي. السنباي موجود ولا غايب اليوم؟ سنباي سنباي اين انت يا سنباي؟ يا سنباي هذا الباب مقفل، ما ادري ليش دائما مقفل. سنباي هينو؟ سنباي مو موجود. شكله في الحمام. بسم الله الرحمن. فجر فجرنا من جد. اوه جاد جاد ديم مان. خلص خلص طيب نبدا شغل. يا نفسيه. اوه جانا طلب سيارات. اوكي نايس. يلا ها تطورت الاحداث. كراميلا ماتشيتو ماتشيتو. يلا ابشر 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 ابشر. كافي اول شيء وحليب هذا حار. اوكي حلو. واس اللي هو كراميل سيروب وكراميل صوص. ايوه تمام. نحط هنا نحط ذا ونحط يلا. اي خدمات ثانيه يا حبيبي؟ خلاص قوله يا اخي. السرعه بسم الله الرحمن. ذا ايش وضح؟ والله شكله هو يا جماعه وربي شكله هو جالس يتفرج ولا طلب ولا حاجه. اوكي اوه ماي جاد. واضح ان هذه طلبها صعبه جدا. تبغى جرين تي لاتيه ووافل. ابشري والله. يقول هذا يعني هذا افضل شيء عندكم في المحل وابني يحب هذا الشيء مره. شكرا لكم انتم انكم تصنعون ذي الاشياء. يقول هل انت لحالك؟ ابغى اعطيك حاجه يعني ممكن تحبيها. اعطتني حاجه تقول هذا زي القلاده بس انها تبعد الشر ولازم تخليناها عندي. اشتريتها من اعلان في التلفزيون. اوه ماي جاد. اوكي صدقين وسعرها 9900 ين بس. اوه ماي جاد. فقالت لي خذيها عادي انا عندي كثير منها شاريه. طيب هاتي. والله يعطيك العافيه والله اعطتنا. ايوه هذه هي خلنا ناخذها. نايس والله يمكن تفيدنا من جد مع اني ما ظنيتي بس يلا. جرين تي لاتيه ابشري تفضلي. تمام يلا. بس ذاك يا جماعه اللي كان داخل وطلع ما طلب ولا شيء نفسه عرف وضعه ايش دحين. ايه تعب تعب الباريستا. الباريستا تعب يا جماعه الله تعبت. انا تعبت وانا بس افكر وكذا اسوي مو انه من جد. اوه ماي جاد. اوكي الوضع مدحنا ما يطمن. ايش فيه؟ اوه ماي جاد. يقول اليوم مره حر ابغى كراميل تشيلابتشينو وهو الدنيا ثلج برا. اوكي ممكن تحط ملابس. طيب ما تشغلنا يعني. يقول انا ما راح اطول. اوكي يقول اصلا ما في اي مشكله انا رجال واللبس اللي فوق عادي لكن البنات يختلف الوضع. قول له اتصل على الشرطه. تبغى الشرطه؟ ها اوكي يأدبونك ولا لا؟ اوكي الشرطه خلاص انا رايح على البيت. يلا يلا توكل عني. مسوي لي في امها حركه ذا. عندنا هذا الكلام. احنا كافي محترم وانا باريستا محترم تفرض احترامك لي لو سمحت. تعب سنين ومنين وانا اصبصب للناس قهوه وذحن ذا. يلا ننظف الحمام. تكفى. اوكي تكفى لا تكفى. او ماي جاد الدنيا حمراء يا جماعه. ساعة واحدة وات دقيقة ماي وات او ماي جاد. ايش سوي؟ الو
الو لازم اخدم ذا. ايش طلبوا؟ بسرعه بسرعه ايش طلبوا؟ لا ته لا ته ابشر لا ته لا ته لا ته لا ته كفي يلا بسرعه بسرعه. الله يقلعوا ايش ذا. احتاج حليب حار. ايش حليب حار؟ لا ته بسرعه بسرعه بسرعه. تفضل خذ تفضل خذ تفضل. باقي طلب باقي لا تثاني لا تثاني. تقولي باقي شيء باقي لا ته لا ته. كله لا ته. بسرعة الوقت ما في صح؟ الوقت خلاص صح؟ اوكي انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت صح؟ انا مضيح المفروض اشوف لي اي شيء. انا ميت والله اني ميت انا والله انا ميت. لا سالب واحد ايش فيه؟ ايش في سالب واحد؟ تكفى قول لي ذا المنبه وان انا اتحلم. تكفى قول لي ان هذا المنبه. تكفى تكفون تكفون تكفون. انا ابغى برا ما اقدر اطلع. كل شيء تقفل علي كل شيء تقفل كل شيء تقفل. تكفون يا شباب عندي كيكة في يد كيكة. السوارة فين راحت هذه كان ابغاها تحميني. فين راحت؟ اقفى يا رب انه المنبه يا رب لانه شكله كانه منبه صح؟ شكله كانه منبه. اقفى شغل اي شيء يا اخي. اكيد البرستا اكيد راح يتحلم انه يسوي كافي اكيد صح؟ ولا اي برستا يعني اعطينا جواب التعليقات. كيف احنا نسوي فعالية يا شباب؟ اوه ماي جاد ايش في؟ بسم الله الرحمن الرحيم فجعني الصوت. يس قلت لكم منبه يشبه منبه. ماي جاد والله تعب تعب يا جماعه تعب. ساعة 12 خلاص انا تعبت ابغى استقيل من الشركه شوف لي شغل ثاني. او ماي جاد اطاء ها تشوفون تشوفون هو رايح. حسبي الله ونعم الوكيل. لو ما تنقلع عني لا ابكسك. دحين الاغلب حطيناه خلاص الامور طيبه يعني دحين نبدا شغل. اوكي حلو على طول نبدا شغل يلا. او يقول يعني كان التشكيك حق ذي الاشياء كان صح ها؟ انا شاكر انك تواصلتي معايا. تتواصلين مع الشرطه ترى ما راح يفيد. كل اللي يسوونه يعني بس يعني كلام فاضي وذا يعني فاهم؟ عشان كذا في عندك اشخاص زيي تتواصلين معاهم اذا صار اي شيء. خلاص انا راح اشوف المكان واشوف كل شيء ما عليك. الله يعطيك العافيه محقق. وشكرا مره. والله احنا الباريستا مظلومي. يا اخي كل الناس يحبوننا. طبيعي يعني يصير هذا الشيء في تلقى ستوكر ده طبيعي. ما في اي شيء كله بيرفكت. اوكي هذول الاغنياء شكلهم اجوا يلا. ايش تبغين؟ سولتت كراميل الموقع. هذه تسال تقول اليوم راح يكون في تصوير او شيء؟ لا ما في. ايش قصدك يعني؟ بس انا شفت واحد برا ياخذ صور. اوكي. هل هو ياخذ صور يعني للمحل؟ نسالها ذحين. يقول ايوه بس الاغلب الصور انت موجوده فيها. اوكي جيجي يقول قهر اقل شيء كان سويت الميك اب حقي اليوم عشان لو لقطت في الصوره. الله يقلع راسي يا جماعه. الكوب هنا انا حطيت هذا الكوب في حلم يعني شكله هذا ما كان حلم عشان كذا تواصلت مع المحقق. اوكي ممكن والله ممكن ما ادري والله ما ادري. تفضلي تبغون شيء ثاني؟ خلاص يلا الله يستر عليكم. فين ذاك اللي ياخذ صور؟ فينه؟ والله لو اراك لا ابكسك. اوه ماي جاد جت هذه معبنها اللي فجعوني اول. بنك فينه؟ الو تبغى طلب ايش تبغى؟ قلت تكرم تبكي صح؟ تبكي جالسه يا جماعه والله تبكي جماعه. طيب طيب خلاص دحين اجي. خلنا نشوف ايش وضعك؟ محتاجين شيء؟ طيب شكله ابنها صار له شيء جماعة الله يستر. او ماي جاد شكلها صارت كذا يعني بس تتمشى بالعربة فاضية. والله المدينة هذه غريبة من جد. والسيارة ذي تشوفونا واقفة. المشكلة انا ما اقدر اطلع لازم اخدم العملاء. يا جماعة السوارة ما ادري فين ضاعت والله قدين ابغاها. مام مالك في حاجة؟ شكلها سارحة تقول اسف اسف. اعطيني المعتاد. المعتاد اللي هو سلطة كرم ما اعرف ما عليه.
يقولها انت تصلحين حاجه في المحل يعني في ذا الوقت انتينا لانها تقول تصلحين الانتينا حق المحل اي لا ليش تسالين شفت واحد في السقف يصلح او ماي جاد بس بعدين فكرت قالت ممكن يكون المحقق يشيك على كل شيء اوكي خلصنا نروح نشيك على السقف شيك عليه طيب نحتاج فين السلم السلم من فين مو ورا اتوقع يا رب انه المحقق يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انه المحقق يا رب اوكي ليه سلادر لازم اجيبه دقيقه حلو يلا يلا بسم الله في احد ما في ولا واحد وهل في انتينا ما في ولا انتينا اصلا هنا جو داون نو اصبر اصبر استكشف هنا اصبروا اقدر استكشف اي شيء ما اقدر اوكي ما في الا انزل يلا الو هذا مستودع ثاني هذه اللقطة اللي جت اللقطة اللي جت يا جماعة ايش ذا مسوي ايش ذا او ماي جاد لازم اقفل المحل فاست اوكي لازم اقفل لازم اقفل من فين لازم ارجع اتسلق ولا ايش اوكي اقدر اخذ اغراض من هنا في واحد ترى يا جماعة في واحد اوكي ما ادري ايش اخذت ايش هذا والله ما ادري او ماي جاد ايش الو لا كلوز ذا ستور فاست كيف اقفله وايش هذا اخذ يعني كل الاغراض ولا ايش ايوه هنا جيت ماني الفلوس اوكي ايوه كاونت ماني حلو اوكي سويت حاجه My stuff is gone. Okay, GG. طيب هي دقيقة إيش أسوي؟ هي دقيقة. أجرب أطش الأشياء. هذا إيش؟ Product scanner. Oh my god. دقيقة. أيوة أطش الأشياء هذه الكيكة تطشها. حلو. حطيت باقي حاجتين إيش باقي؟ هنا في حاجة؟ لا خلاص هذا خلصتها. باقي هذا البرودكت سكانر ما ادري ايش اسوي الصراحه طيب هنا هذا المحل اقفله ايوه اوبن كلوز ساين ما اقدر ذا بسرعه تكفون بسرعه هنا ايوه اعد الذا ما ادري ايش والله ما ادري ايش اسوي بس يلا راح اخلص يلا ايوه فليب ذا ساين حلو ليتس جو ماي جاد ماي جاد تكفى ايش اسوي اطلع من ورا شكل اطلع من ورا صح ولا ماي جاد تكفون يا شباب خايف اطلع من ورا ويستلمني لا 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 تكفى لا تكفى ماي جاد الو اي فين المحقق فينه تكفى المحقق فينك تكفى ريتري عيد اوكي نايس طيب دحين راح نعيد يا شباب ما ادري ايش الحل معاه دحين ايش الحل معاه ما في سكين كذا حاجه اطعنه احسن ها تكفون اي حاجه بسرعه ما اقدر اطلع طيب هنا في حاجه ممكن استفيد منها هذا يس والله اني فكرت اني اخذه كذا عشان احمي نفسي اوكي اختفى يا شباب اختفى الله يستر اكفى شباب اطلع واطعنه خلنا دقيقه ارجع اطلع من فوق احسن صح انه ما يدري بهذا المكان ولا ايوه هنا حلو 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 يلا بريك قول له يا حبيبي السكن ما يحتاج
او ماي جود يا جماعة المحقق قتلوه. او ماي جود. طيب كيف هذا هو؟ دروب دروب. ايوه ابلع. اعطيه واحدة تكفى. اعطيه يلا كفو. ايوه ايوه ذا حن مديني اطلع صح؟ حن مديني اطلع تكفى. يلا نبغى نتحرك نبغى نتحرك ولازم اخذ الاغرض منه. لازم اخذ الاغرض منه يا جماعة ولا خلاص. I killed a man. أنا قتلت رجل أخذت الحجر ورميته عليه يعني لأنه كان راح يقتلني. أنا ما أعرف هذا الرجل أصلا. ما أدري ليش حتى أنه سوى كذا. أنا ما كان قصدي أني أقتله وكان خايفة وهربت للشرطة وقلت للشرطة بكل حاجة ورجعوني للمكان ولكن الرجل ما كان موجود. ما كان في أي شخص. الشرطة أخذوني للبيت وخلوني ورجعوا للمكان وكان هذه النهاية. او ماي جاد وخلاص يعني ذحن مرتاحة في البيت. بس والله انه شكله راح يجيها. والله انه راح يجيها ذحين. والله انه راح يجيها. ورب احنا ميتين يعني ما مات بالحجار. يعني لو بطعنا كنت تتوقعون يموت. لو بهذاك ذا احسن. شكله في نهاية كثير. جاي صح حبيبي. اوكي فصل الدش. فصلوا يا جماعة. اتصل لازم اتصل على المالك عشان يساعدني. يا اخي تكفى. لا فين جوالي؟ اخذ الجوال. جي جي ورب. جي جي احنا ميتين يا جماعة. ورب احنا ميتين وما في الا اني اروح برا. يا اخي ما في اي شيء هنا يحميني. تكفى تكفى تكفى. اي شيء اي شيء يطلع فوق. اوكي ما في الا اني اطلع. لا تقول لي مسوي نفس الحركة اللي في البداية انه يخلي الجوال يرن في الارض. صح؟ احسه كذا مسوي. هذاك الجوال صح؟ والله شكله. انا نرجع داخل. والله ما ابغى اطلع يا جماعة. ابغى اجلس هنا خلاص. لازم اطلع ارد على الجوال وراح يمسكني ويقتلني. والله النحاس راح يذبحني ذبح يا شباب. اي سلاح تكفون اي سلاح تكفون اي سلاح. انا دور هنا بالشقه يا جيران. افزعوا يا جيران. لازم اروح له خلاص. جيجي والله اني ميت. مسوي حركات يعني رومانسيه. ها الرجال او ماي جاد. سكرو درايفر عندي. انت سكرو درايفر. يس ليتس جو. الحين ارجع البيت. ارجع البيت يا رب. ما يطلع لي فجأة. احسه قدي في بيتي صح؟ تحسه انه قدي في بيتي. الله يستر الله يستر الله يستر استر يا رب. بيتنا 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 دخلنا بيتنا. الله بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اوكي ردت على التلفون. ايوه لا تكفى. لا لا لا. او ماي جاد او ماي جاد. لا لا اخ والله قهر يا جماعة. هذه معاناة الباريستا يعني. الله يعين. والله حرام. يا ليت ان في نهاية ثانية او نهاية سعيدة او اي شيء. كلب. والله مشكلة. انتبهوا لنفوسكم. اوكي جماعة انكم استمتعتوا معي بهذا الفيديو الطويل. بس والله صراحة اللعبة ممتعة. اتمنى انكم استمتعتم
ولا تنسون تقيمون المقطع تعطوني لايك، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانية. مع السلامة.